حكومه الصومالان ايا ما تصير اسميه راشن عاوما او سو غارسي سيدد كبركع عياش عايش لما كان ايا بارو سامنت بدن كو يشان اي كنول مغالده عيلوفين يا قار كمده ديغانده هوسي مادا راشن كان او لوغو تلا غلا اني كفايديستان كون قوسو دير هيس لما كان ككوبنا عنتده نوعيده كلا دوغن او هورين وخا غوبتاسي كا هادلي كانا وربخيه ولا جيدكا راشن كان عاوما دا اه اي عيد او سو وكيلتي مسؤوليتي سيدي راشن كاس او كان جوغنا لو ديما عيلوفين راشن كان كنت بويسكا وحصول حسين عايدة خليفة بن سعيد إمارة كعربتة وحاين هالك السينوس لو نوس نو 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 كهري هايدة قحطية يبارك عياش وعمر عيد كصعدة هايدة عفوين ك دبيعية يكيد ك أنا راشن كاب ونقول نقول يمين كلي هذا أنا فتح يعني أو وكيل قبل ك وحين نشوف قدومي هما مركو قبل كسنك وحشوا ما يركي وعطوه ما يتحينكي فاشن كي نواكا وهكا السودية في هيو بستيبا لو بقايبنا يا سيدا وشيغي يشدوه فاشفا نوكم بقايبنا انا وكون قويس فاشن كود ويسود بحيين هاي ادى الخليفة فونديشن امارات كاسعوطة وحانا نقول سينينا ادي الله يلا هو ولقى قدومي انا ايو عبد الفتاح او كاسعوطة هاي ادى كورتقع فوينكا يكيد كراشينكا بان كوري شرينا سوى شران كوري شرينا قدوميها قبل كمدنه محمد احمد عالم تيمبرو يو قدوميها مدى عيل فوين مرة عيك بعد افتح محل السعيد خلاص عدد هاي تو ديار قرب فوينكا يكيد كراشينكا خلاكا وحالكا كوش مرة هي وحوي يانتك مدى عيل فوين بدي هيدا وحن الشندي عشان كون قويسة رئيس وقال إذا كون قويس عشان كاسي هو نوع يميت وطاقة شتاق إمارات عربتا أو يصادر تي هاي ده خليفة مستعيد اللي هي الفونديشن إن أنا بو واحد ليا أفك كهاي ده هان هي هاي ده حنتي يا بركة عياشة وحن سوى ده ترى هو رجيم دورنا بس هاك قبل كسنة ما يرك دك مدى عرفوين يما يرك حيانك sidoo kale waxa isna goobtaasi ka hadlay isla markaana kala wareegay mas'uuliyiintii sidii raashin kan caawimada ah gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Tiinbaro oo ku sugnaa goobtaasi hay'adda boorso gaafooyinkiya kayd raashinka qaranka iyo hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha gudaha labadooduba aad bay ugu mahadsan yihiin mas'uuliyiintooda sare iyo kuwoodii aad la socday raashinka soo gaarsiiyay waxaan aad ugu mahadnaqaynaa mas'uulada Sheikh Khalifa oo ah tii soo gaarsay kaalmadan waxaan leenahay aad baa ugu mahadsan tihiin waxaan leenahay inta ayanka badanba waan idin ka rajaynaynaa gabagabadiina waxa goobtaasi ka hadlay oo kala wareegay gudoomiyaha gobolka Sanaag raashinkan caawimada ah maayorka degmada Ceelofweyn Cabdirxiin Ayuso Axmed oo uga mahadnaqay mas'uuliyiintiisa ee raashinkan iyo cid soo bixisay ay u soo wakiilatayba isaguna gudoomiyuhu sheegay inay ka maamul ahaan gaarsiin doonaan dadkii lagu talagalay deeqdan caawimada ah waxaan maanta halka ka gudoomiyay kun qoys raashinkoodii gudoomiyaha gobolka oo ay gudoonsiiyeen madaxdii ka socotay hay'adda barakacayaasha iyo hay'adda ka hortagga aafooyinka aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin mas-uuliyiintii soo saartay ilaalka timi iyo mas-uuliyiinta heer qaran Axmed Mursal Askar Star TV Ceelofweyn.